اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. النهارده ترند اونلاين مختلف شويه عن الفترات السابقه. الفترات السابقه كنا بنهتم اكتر بفقره الكلام مع الاعلاميين او الصحفيين او المسؤولين مع الفرق الافريقيه اللي بتواجه الاهلي في دوري ابطال افريقيا، سواء في سيمبا التنزاني او فيتا كلوب الكونغولي. لكن المره دي عندنا فقره مختلفه شويه، لان احنا محتاجين نلقي الضوء على احد المدربين المصريين اللي عامل انجازات رائعه وطيبه جدا في الكره الافريقيه وتحديدا في جنوب القارة مع أندية زامبيا، وأيضا كان في السابق مع أندية زيمبابوي. هو حاليا عامل إنجاز طيب مع فريق نابسا ستارز بطل زامبيا، وصل إلى مرحلة دور المجموعات في كأس الكونفدرالية، وموجود في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان حامل لقب كأس الكونفدرالية. الناس كلها في العموم بتتابع الأهلي، الزمالك، بيراميدز، لكن لما يكون عندنا مدرب مصري عامل إنجازات طيبة مع أحد الأندية في زامبيا وبإمكانيات بسيطة يوصل لمرحلة دوري المجموعات ويواجه فريق نهضة بركان وأيضا معاه شبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني، لازم نتكلم معاه ولازم نقرب منه عشان نشوف التجربة دي إزاي خاضها وإزاي بيعيش هذه التجربة في زامبيا. لذلك في هذه اللحظات أرحب طبعا بالكابتن محمد فتحي المدير الفني لفريق نباسا ستارز الزامبي، أحد المدربين المصريين اللي عامل إنجازات طيبة تحديدا خلال آخر 10 سنوات في جنوب القارة الإفريقية. كابتن محمد برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وبتمنى لك التوفيق يا رب في مشوار الكونفدرالية وأولى المباريات غدا مع نهضة بركان المغربي. شكرا يا كابتن. طبعا أنت موجود حاليا في مدينة وجدة، هي على قرب من مدينة بركان، وطبعا بتستعد لمباراة نهضة بركان بكرة، لكن عايز أعرف منك تجربة التدريب في إفريقيا، إزاي فكرت في خوض هذه التجربة؟ إزاي بدأت هذا المشوار؟ ما كنتش طبعا من الأسامي النجوم الكبيرة كلاعب كرة قدم، لكن في التدريب اسم كبير ونجم كبير في التدريب في القارة الإفريقية. أنا دخلت في مشروع تطوير الكرة الذنبية، كان في اتصالات مع الاتحاد الزامبي على مستوى الشخصي ما بيني وما بين الاتحاد الزامبي. كان عندي فكره، والفكره دي اتطورت ان احنا نعمل مشروع تطوير الكره الزامبيه، وانا هناك نعمل مشروع الايرث رايزنج ستار. جالي عرض من نادي كابو واريورز في الدوري الممتاز، عرض عليا ان انا امسك الفرقه، وربنا وفق من البيت الرابع 2008. وبعدين كده جالي عرض، كنت مدرب سنه واحده، بعدين جالي عرض باور داينامس في زامبيا برضه، طلبوني رحت دربت باور داينامس ونهيت معاهم الثالث واخدت معاهم كاس. بعد كده جالي الهايلاندرز زيمبابوي، وصلت معاه لنهايه 3 كؤوس ونهيت معاه الثالث بعد الخصم من الهبوط. اول ما اخدت الفرقه كانت في المركز ال 11، كان عندي 9 ماتشات في الدوري ونهيت بيهم الرابع الحمد لله. كسبت 6 ماتشات وتعادلت 2 وخسرت 1. وبعد كده ريحت شويه، نزلت مصر، وبعدين رجعت تاني على زامبيا، دربت الناشونال اسمبلي في الدوري الممتاز، نادي برضه بسيط انقصت من الهبوط. وبعدين طلبني تاني كابو واريز اللي كنت بمرنه 2008، دربته 2014، طلعتهم من الدرجه الاولى للدوري الممتاز، كانوا هبطوا، رجعتهم من الدرجه الاولى، طلعتهم من الدرجه الاولى للدوري الممتاز. وبعد كده جالي لوساكا داينامس، كان نادي تحت التاسيس، نهيت معاه الخامس. وبعد كده اخذت نفس ستارز 2018 في نص الموسم، كان الفريق في المركز الاخير، ربنا كرمنا والحمد لله وانقذت الفريق من الهبوط 2018 19، وبعدين 2019 2020 نهيت الرابع، ربنا ما وفقش وخسرت الدوري في اخر ماتش، بس نهيت الرابع وربنا وفقنا الحمد لله ووصلنا دوري المجموعات في 2021. ده مشوار مميز جدا. طب في دورات تدريبيه خطاها يا كابتن محمد في الاتحاد الافريقي، معاك رخص تدريبيه، هل سبق ليك انك حاولت تشتغل في الدوري المصري او في التدريب في مصر الفتره اللي فاتت؟ يعني عايز اعرف الكواليس عشان توصل للمرحله المميزه دي، اكيد كان مشوار مرهق وصعب ومليء بالضغوط. لا، انا اخذت كل الكورسات بتاعتي، اللايسنس بتاعتي اخذتها من زامبيا، اخذت الكاف سي والكاف بي والكاف اي، اخذتها من زامبيا، ما اخذتش اي رخصه مصر، اخذت الكاف سي والبي والاي من زامبيا، وحاليا معايا الكاف اي، واخذت دورات على حسابي
قبل 2008 في ألمانيا وفي سويسرا على حسابي الشخصي. أنا كان عندي طموح وكان عندي أمل، والحمد لله ربنا وفقني لغاية ما وصلت للمرحلة دي. تمام، كنت بتلعب فين في مصر؟ طيب بالنسبة ايه للدوري الأندية؟ المصري أنا ما حدش عرض عليا خالص خالص. اتفضل اتفضل يا كابتن. في الدوري المصري أنا ما حدش عرض عليا، وأعتقد إن أنا يمكن ما عنديش حد إن هو يعملني ماركتينج في الديفيجن دي اللي هو الدوري المصري، يعمل لي تسويق الدوري المصري، فيمكن هي دي النقطة لا بس وجودك في الكونفدرالية وانك توصل لمرحلة دور المجموعات وهتلعب مع القطن الكاميروني ونهضة بركان وشبط القبائل، ده هيكون أكبر تسويق ليك، وإن شاء الله تقدر تروح بالفريق لأبعد مدى وتوصل للأدوار النهائية إن شاء الله. لكن عايز أعرف، لعبت في الدوري المصري قبل كده مع أندية زي مين مثلا؟ لا انا ما لعبتش في الدوري الممتاز، انا كل اللعب كان في الدرجه الاولى، لعبت مع الشرقيه وين غزل المنصور، كان في انديه الدرجه الاولى، ما لعبتش في الدوري الممتاز المصري على مستوى كلاعب، وجات لي اصابه وبطلت بدري يعني، بس على مستوى كلاعب ما عنديش، ما اقدرش اقول ان انا عندي السي في كبير كلاعب، بس في التدريب الحمد لله ربنا موفقني والكل مجتهد المصري. بإذن الله تستاهل كل خير. طيب عايز أعرف كمان كابتن محمد، وأنت موجود في زامبيا مشوار كان صعب جدا مع فريق ناباسا ستارز، إزاي قدرت توصل لمرحلة دور المجموعات؟ هتلعب بكرة مع نهضة بركان، أنت أقصيت فريق جورماهيا الكيني، جورماهيا الكيني من الأندية الكبيرة اللي في كينيا وليها باع طويل في البطولات الإفريقية. والله انا في لما بدات ماتشات الكونتيننتال انا غيرت، كنت بغير في التاكتكس شويه ما بين الماتشات يعني، ما كنتش بلعب بنفس الطريقه، بستخدم نفس اللعيبه بس مش بنفس التشكيله يعني، ممكن تلاقي مثلا عندي فيرست 11 او اللي هيبدا الماتش في الكوموروز في خمسه منهم مثلا اتغيروا في ماتش العوده، فبلعب بالطريقه دي، وغير كده ان انا بغير التاكتكس كل مباراه، وده اللي ربنا يعني وفقنا والولاد اجتهدوا الحمد لله، توفقنا عند ربنا ان احنا نكسب بجورمايا في كينيا 1-0، كان ماتش صعب جدا، ولما رجعوا برضو في لوساكا كان ماتش صعب جدا، وما كناش عارفين اذا كانوا بعيد ولا لا، انا اول مره اشوف فرقه تيجي يوم المباراه، توصل يوم المباراه الصبح وتيجي على الملعب، ده كان حاجه غريبه بالنسبه لي، بس الحمد لله ربنا وفقنا وعدينا. مواجهة نهضة بركان بقى شايفها ازاي؟ ونهضة بركان هو حامل اللقب. لا ده هو حامل اللقب السنه اللي فاتت، انا السنه دي كل ماتش بيختلف يعني، انا بحترم الفرقه اللي قدامي، بس لما بنزل الملعب خلاص انا ند بند، ما اقدرش ان انا ابص له باحترام جوه الملعب، لان لو احترمته جوه الملعب هيغلبني، هيكسب الماتش، معناه ان انا بقول له تعالى اغلب، لكن بره الملعب انا بحترم تاريخ النادي واحترم كل اللي فيه وكل حاجه، بس لما تيجي بقى صفاره الحكم تبدا كل واحد يبين قوته. تمام، عايز اعرف، طيب الاهلي بيضم طبعا ما بين صفوفه مهاجم زامبي والتر بواليا، شعبيه بواليا في زامبيا وحضرتك طبعا بتدرب في زامبيا وبالتاكيد تعرف كل اللعيبه منذ سنوات طويله، ايه معلومات حضرتك في طبعا هذا الشان وتقدر تقول لنا ايه في الموضوع ده بالظبط؟ وتر بواليا لاعب متميز جدا، كان كابتن كانا اتكلمنا اكتر من مره، هو كان نفسه ينزل يلعب في جنوب افريقيا عموما، في شمال افريقيا عموما مش شرط مصر، بس حظه جه في مصر ووافق، بس هو لاعب متميز جدا، عنده امكانيات عاليه، بس عايز تشجيع، بالتشجيع بيقدر ان هو يسجل، اي من هو لاعب متكامل بالنسبه لي، بيلعب هيدرز كويس، بيلعب برجلين اثنين يمين وشمال، الاختراق من العمق ممتاز جدا، وان اون وان بيقدر يتعامل، وبرده ساعات بيجي من الناحيه اليمين او من الناحيه الشمال، الكيرف بتاعه كويس، وهو داخل على الفاينل ستيب بتاع 18، لاعب كويس جدا، وبتمنى له التوفيق مع النادي الاهلي ان شاء الله. طيب ابرز لعيب عندك في نابسا ستارز
لو حد في الدوري المصري مثلا متابعينه او يعرفوه او لعب في الدوري المصري قبل كده، عندك لعيبه مميزه لعبت في الدوري المصري قبل كده او ابرز لعيب عندك في الفرقه مين؟ عندي مانويل ميون كلاعب في الزمالك قبل كده، بس معاك. ما توفقش. وجاب عنده 4 جوال دلوقتي، هو رقم 2 لان الرقم 1 عنده 5 جوال، لعيب من بوروندي تقريبا او من كونغو، مش فاكر بالظبط نسيته، بس ميون تمام. عنده 4 جوال ولاعب مجتهد جدا ولاعب عنده تاتش ونزل وزنه نزل جامد وربنا موفقه يعني معاك. وربنا يوفقك كابتن محمد فتحي، انا بشكرك شكرا جزيلا، اتمنى لك التوفيق بكره يا رب في مباراه نهضه بركان. شكرا يا كابتن. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.